مرة قلتي إنه والدك ما كانش بيعاقبك، عمرك ما تعاقبتي؟ عمري إلا مرة واحدة ممكن أحكيها لكم. أيوة. عايزة بصي، أنا أبويا حنين جدا، والطيبة والاستيعاب والتفاهم كده. بس أنا جيت في مرة، كنا في العجمي، يعني وإحنا عايشين في العجمي، عملت حاجة واحدة بس. كنا عايزين نخرج قوي كلنا، وبعدين مش عايزنا نروح في حتة معينة، وإحنا الأربعة عملنا اتفاق إن إحنا هنروح ومش هنقول، بس هنرجع بدري. فهو إحنا اتأخرنا طبعا. لما رجعنا سألني أول حاجة، أنتوا كنتوا فين؟ قلت له كنا في هنا جنبنا يعني، مش عارفة إيه. قال لي لأ، أنا عارف إن أنتوا كنتوا في المكان ده. فسكت طبعا. هنونة أول واحدة جريت، إحنا زقناها عليها عشان هي كانت دايما القوية بتاعتنا يعني. بس حرام، في الاخر زعق معي. انا خدت قلم، المره الوحيده في حياتي اللي هو مد ايده عليا وضربني قلم مره بس.